لقيت البنك بيقول لك انت متحول لي 15,000 جنيه. قلت لهم معلش هو حصل غلط هو في ايه؟ فخليني عايز 2000 دولار. لا ما خدتهمش بصراحه. عملت معاهم دي اللي انا اعمل لهم فيديوهات بعد 15,000 جنيه. لا بس اللي هو اتخضيت ان انا اساسا ممكن يجي لي رقم زي ده اللي هو طلع واحده كده اللي هو اتخضيت. بس يعني هم طلعوا شركه طيبه قوي قوي مش عارفه. احنا عايزين اسم الشركه. ايوه عايزين بره بس مبلغش بده شهادة الفلوس من السوشيال ميديا. ينفع فلوس؟ يعني بس انا فاصل بين الحاجتين. يعني انا في شغل بس فوجرز او بنلوجر الفيديوز اللي بتتعمل هناك دي بعتبرها شغل. لكن عندي على الاكونت على انستجرام مش بحب قوي بعمل اعلانات كتير او حاجه عشان بحب الباتون بتاعي يبقى كل يوم بيعبر عن المواضيع اللي انا حابب اتكلم عنها والقضايا اللي انا مهتم بيها والاخبار اللي انا شايف ان الجمهور عايز اعرفه عنها. طب الموضوع ده ياخدنا بحاجه في كلاينت قبل كده عملوا معايا يعني بغض النظر عن في سيلف اكسبتنس يحبوا نفسهم اهم حاجه وواثقين من نفسهم لانهم هيلاقوا هيت كومنتس كده كده هيلاقوا ناس بتوقعوا. فاهم حاجه يبقوا واثقين في نفسهم وحابين نفسهم وواثقين في اللي هم بيعملوه وتوكلوا على الله. هتقولي ايه النصيحه؟ اعتقد ان زي ما دلوقتي من 5 سنين 10 سنين الناس كانت بتقول انا عايز اشتغل في التسويق او انا عايز ابقى محامي او اتفرج هيبقى مثلا كمان 10 سنين الناس في المدرسه بتقول انا عايزه اصنع قناه محتوى او انا عايزه اعمل فيديوهات على الانترنت. واعتقد ان في اللحظه دي هيبقى عندنا ناس كتير قوي بتعمل فيديوهات اكتر من دلوقتي. فالحاجه اللي فاكر ان هي مش كويسه ليك او الحاجه اللي حاسس ان انت انسكيور من ناحيتها او مش بتحبها فيه دي اكشلي ممكن تبقى الحاجه اللي هي سر قوتك اللي هو ان انت مش واثق في نفسك بسببها. لما تشاركها مع الناس هتلاقي ناس كتير قوي مش واثقين في نفسهم بسببها ويستمدوا الهام منك بسبب انك كنت شجاع انك تطلع اونلاين وتقولها. حتى اقول نصيحه وانا بسمع الكونتنت بقول خليكم حقيقيين وبقول الكونتنت كريترز خليكم عارفين ان او حددوا جزء من الكونتنت اللي بتقدموه في ان يبقى جزء منه في مسؤوليه تجاه الجمهور اللي انتوا بتتفرجوا عليه بالذات السن الاصغر. لان السن الصغير لما نشوف على السوشيال ميديا حاجات كتير بيتاثر بيها بشكل اسهل فلو انت بتعمل حاجه ممكن تبوظ دماغك. ودي حاجه اظن معظم الكونتنت كريترز او كل الكونتنت كريترز اللي انا معاهم دلوقتي على السوق على المسرح بيعملوها. فانا حابب احييكم ان انتم تعملوا ده. حبيبي ان انتم حقيقيين وان انتم كمان عندكم مسؤوليه تجاه الجمهور بتاعكم. وانا في سؤال اللي عايز اعرفه هو مش موجود هنا بس الاكسبوجر او الشهره بتاثر جدا على الكاركترز بتتغير يعني على الصحه النفسيه وعلى نظرتك لنفسك وعلى احيانا الناس بتكريب الشهره او تبقى احيانا الدافع ان انت تعمل فيديوهات ان انت عايز مور لايكس مور فولورز عايز ناس تسقف لك ازاي المعضله دي بتتعامل معاها وهل بتفصلوا السوشيال ميديا خالص؟ يعني مش بتتعاملوا بتبطلوا فتره ما بتتعاملوش؟ يعني شهرتوا مثلا خلال 6 شهور مثلا وده انا شفته مع اصحابي كده يعني في خلال 3 شهور لقيته عنده 1,000,000 وشويه على تيك توك وبمشي معاه في الشارع كان الناس بتسلم عليه كان التعامل مع الشهره دي بالشكل ده ازاي بيأثر على صحتك النفسيه وازاي اصلا بتتعامل معاه في الباك ستيج يعني؟ بالنسبه لي انا مثلا كنت انزل انا بالنسبه لي الشهره دي على الدنيا عادي لان هي اصلا زودتلي ثقه في النفس وانا من النوع اللي انا بحب يبقى عندي صحاب كتير وكنت بنزل قبل الشهره اتكلم مع الناس في الشارع احكي لهم قصه حياتي فانا حاسه ان هو لا انا كتنزي هي مناسبه مع شخصيتي ان انا في الشارع الناس تبعت لي وان انا اقعد معاهم وان انا نبقى اصلا لبعضينا كده فهي بالعكس هي زودتلي ثقتي في نفسي خليتني جت اوفر ديبرشن. اي نعم في اوقات كنت بسبب الهيت كومنتس وكده بس هي انا ما بقاليش 30 مثلا فانا اتعودت يعني خلاص بقيت مع الوقت ان انا اتعود ان ده مش بيمثلني. يعني مثلا لما اشوف مثلا 10 بيشتموني اكيد ده قدامي في مخي 10 بيشتموني دي حاجه كبيره قوي بس بعد كده لما الاقي قدامهم الافات وانزل الشارع الاقي في حب والاقي ناس سويه خلاص اقول لا
بعد كده بتحتاجي سوشيال ميديا ساعتك بتتكلم اهو في موضوع خالص. لا مش عارف الصراحه لما بعمل شيت ستوري بيزعقوا. طب بالنسبه لشايف الموضوع ازاي؟ بص احنا لما بدات السوشيال ميديا انا كنت عايش بره فمش موجود في مصر، فانا ما بقابلش ناس في الشارع غير نادر يعني، فانا مش حاسس بالموضوع يعني عشت عادي يعني. والكومنتات انا بحسها معرفش حاجه غريبه يعني، بس انا بحسهم ان هم مش بني ادمين حقيقيين يعني، دول مش ناس. فمثلا النهارده اللي هو موضوع تو ماتش اللي هو كتير، فانا خايف وخايف الفتره الجايه، فلان انا احنا بقينا خلاص عايشين هنا في مصر، فربنا يستر يعني. وما بعرفش اقسم من السوشيال ميديا، بحاول وما بعرفش. ايلا انا برضه زي كنزي بحب الشهرة جدا، انا اصلا اتولدت من بطن ماما يعني قطع من فوق على طول، فبحب الموضوع وفرق معايا قوي وبسطني جدا. وانا كنت من زمان بمانيفست الموضوع قوي لحد ما اتحقق، وكان نفسي قوي اخش في الحته بتاعت الكوميدي اللي زي تشالنجينج بالذات برضه للستات، ان في ناس قوي بتقعد تقول الستات ما بتضحكش والحاجات دي، احنا بنثبت ان الستات بتضحك جدا دي حاجة. بالنسبة لموضوع turning off السوشيال ميديا، انا اصلا مش سوشيال ميديا بيرسون قوي يعني، انا بنزل حاجات وكل حاجة، بس most of the time ببقى مسؤولة كذا حاجة تانية مع شغلي مع صحابي مع عيلتي and so on، فمش دايما شخص بيسكرول، بحاول دايما ان انا يعني امسك الموبايل اعمل فيديو قبل على طول. عظيم. هدية انا مش بحس ان انا مشهورة على فكرة، او انا في حالة مكرمة انا بشوف مثلا رقم مثلا ايه 500,000 فيو، مش انا حاسه ان ده رقم حلو، بس مش متخيل مليون ناس. فبقى في الناس في الشارع اخبار ممكن خفت ايه ده؟ لقيت الشنطه بعد ما كنتها في تركيا، لقيت الشنطه ايه ده؟ لا ايه ده؟ والناس اللي قالوا اصحابي ايه دي لقيت الشنطه بقى ولا ايه الاخبار؟ فانا في حاله مكران، بس انا حاسه ان انا بقى الناس بيعرفوا لا، فخلاص بقى هم اصحابي عادي. فمش عارفه مش حاسه انا مشهوره، حاسه ان انا اي هاف ا لوت اوف فريندز. از ذس نورمال؟ انا اول في البيت كنت موجود اللي هو كنا رجولة، واول مرة حد يصور معايا حياتي كنت انا وشنب. كلمنا شنب يا جماعة قريت عليه انا فاكر. ساعات الشنب حجونا. كنا في حفلة فشفت منها شنب تقريبا يعني، كان اول مرة كنت شبهه من البيت صور كورونا، فكنت اول مرة اختبر حتة ان انا معروف او مش معروف. فشفت منها شنب في حفلة في الجونة، فبقول لها الدكتور اسلام بيقول لي انا بحبك، بتقول لي وانا كمان بحبك. رحت شاددها كده قلت لها انت عارفاني انت عارفاني، ورحت شادد زنا كده قلت لها عادي تعالي لما شنب ايه وبين ده شنب عارفاني. فالموضوع في الاول كان بيخرب، بس بعدين بقيت اقصر منه بان انا باخد بريكس كتير قوي على السوشيال ميديا يعني، ممكن اقعد شهرين ثلاث شهور ما نزلش اي حاجه، اخد بريك كده مع نفسي اعمل حاجات بحبها، اقعد مع صحابي بتوع زمان اللي عارفينهم كان احمد مش كشحاته اسمه حقيقي احمد. فبحب اخد بريك من على السوشيال ميديا، وبحاول دايما ابص للحته الايجابيه ان الشهره دي خلت ان انا عندي تاثير في الناس، فبحاول دايما التاثير بتاعي في الناس يبقى ايجابي، ودايما بقول حاجات انا مقتنع بيها، بتمنى دايما الناس تبقى بشكل احسن. طيب انا عايز اعمل كنزي وكل الكونتنت بسرعه كريم. هل انتوا يا جماعه الباك ستيج بتاع الكونتنت، عشان في احيانا الناس بتحس الموضوع سهل، انا عارف ان هو بياخد وقت، هل في جايد لاينز بتحطوها للشغل؟ يعني بتبقوا عارفين ما بقول كلمه دي ما بقولهاش مش انا مثلا، فجايد لاين